عندك الويفي اللي بارطاجيتي ليا ديال التليفون ولا ديال الدار؟ راك الترحيبات دابا. نهار الحد نكمل 3 سيمانات، نهار الحد نكمل 3 سيمانات، يعني 19 يوم، 19 يوم ماشي ساهل. داك العام نفس الشيء عاوتاني 3 سيمانات ملي كيشدني المرض صافي بقيت تما. اللهم امين. يلا فاطمة الزهراء تكلفي. بارك الله فيك الخير بالحق لك. بالسلامة ورحمة الله خالتي نبيل. صافي اختي بارك عليك. اه بارك عليك. انتي كتقراي باش حسيتي؟ والو مضرتك رجلك اليسرى؟ لا كل شيء عادي الحمد لله. و المشكل شنو عندك بالضبط؟ عاونها شقيقة. كتعاني من الشقيقة بزاف. شقيقة دائما. الشقيقة تلديك اللي دويش معاك
حسيت بواحد الشقيقه اللي قلت لك عمرها ما حسيت بها. كنت تجيني هنا وتردو وداك النهار جاتني هاد النص هذا كله. هاد النص كله تقيش بزاف. الم ماشي عادي. كنت كنمرض لاول مره. منين انت كنت في الشقيقه من انت صغيره؟ لا كانت فيها 2018 ودوزت عندنا غول وعطاني شي تقاطه من بعد مشات ورجعت ليا عاوتاني. رجعات اذا اول مره جاتك 2018 2018 مازيان الصغر ديالك دوزتي الحمد لله عادي ما كاينش شقيقه ما كاين حتى شي حاجه. من غير شقيقه كاين شي مشكل صحي اخر؟ كيكون عندي لينير في المعده. لينير في المعده القولون العصبي؟ بومزول. هذا بومزول. منين انت وانت عندك بومزول؟ 2010. اذا كانت كتجيك شقيقه من 2018 ونهار اش دويتي معايا؟ خميس الاربع ولا؟ لا ماشي ثلاث. ثلاث غالبا ثلاث. اذا ثلاث شنو تجهد لك راسك في الليل؟ بالليل. شد لك راسك بالليل. ثلاث بالليل. ومنين وعطيتك الرقية تصمت لها شنو وقع؟ بديت كنحس كتنم لي يديا ورجلي ودنيا كنحس كيصفروا بحال شي قادوس مخنوق. بحال شي قادوس مخنوق. والألم غادي وكيزيد. والألم تجهد مع الرقية اللي تصمتي ليها. والتنفس كان صعيب عليا ديك الساعة. التنفس جاك صعيب. كنظني بمجرد ما صيفطتها لك ما كملتش 10 دقائق رجعت صيفطت لي هذه ما كملتوهاش اصلا. ما كملتهاش حيت بدات كتحس بشي حاجه. قلت لك انا حبس دابا يطلع. اه وانت اول مره تصمتي الرقيه فايت درتي الرقيه من قبل؟ فايت درتي الرقيه. امتى درتيها؟ درتها في 2019 قبل كورونا. 2019 قبل كورونا. وعلاش مشيتي درتيها؟ علاش فكرتي ديري الرقيه؟ كان جاني الاعصاب ديال بومزوي بزاف وما كنتش كنعس كنت كنخاف ودرتها. ايوا كانت عندي حتى شي حاجه الحمد لله. قال كان قال لي عندك غير الخوف. قال لك عندك غير الخوف. شحال وقت يقرا لك؟ ساعتين ثلاثه. ساعتين ثلاثه وقت يقرا. ساعتين ثلاثه وقت يقرا والو ما حسيت حتى شي حاجه ديك الساعه فاش كيقرا ما حسيت حتى شي حاجه. في ديزي عندي بحال هاد الحالات اخويا. 2019 كتلقاي الطبيعة زرقين في لحمك؟ هي ولكن كنضرب رجلي معاه بزاف. الا ضربت رجلي معاه من جهه ماشي كنلقاهم بلا سبب. ديما كتبقاي ضربي رجلك؟ لا في الخدمه كان عندي واحد المجر هنا كنتنساه. من غير ديك البلاصه اللي فيها المجر اليدين الفخذين بطن ما تتلقيهمش. احلامك مؤخرا كنت كنحلم حلم خايبه. ايه هي؟ كنت في واحد الدار تنهرب. كان في الدار ما عندكش ناس تخافي قولي. قولها لي. كاينه فواحد الدار فيها الدروج وبيوت بزاف. كنهرب من شي حد مورايا ما عرفتوش. كتهضر من شي حد موراك. الباب الباب اللي كنحلو تلقاه مسدود. ملي حليت واحد الباب لقيت فيه صناديقه فيها حنش بالحمر والكحل والفوق واحد واحد الكاج فيه فريخات وما قدرتش ندخل خايفه من مورايا وخايفه ندخل لذاك البيت. داخل البيت من بيت لبيت كتلقاي بيوت مسدودين. كنبغي نهرب تلقاهم مسدودين. مسدود. لقيت فيه صندوق فيه حنش. فيه الكحل والحمر. حنش فيه كحل والحمر. واحد فريخات ملونين. فريخات ملونين. ولكن علاش بكيتي خفتي من هاد الحلم؟ ها؟ دابا خصنا نفرقوا ما بين
النبي صلى الله عليه وسلم أنصح بأن الرؤى المفزعة لا تحكى مزيان، وحنا كنطالبوا المرضى باش أنهم يعودوا لنا الرؤى ديالهم. هذا ليس فيه مخالفة للهدي النبوي. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أو انصح بعدم قص الأحلام المزعجة، إنما ذلك إذا كانت هذه الأحلام محذرة وكتنبأ بشي حاجة غتجي مستقبلا، بشي حاجة غتجي. علاش نهى؟ لأن عندنا واحد الحديث آخر وخا اختلف في صحته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا على جناحي طائر متى فسرت وقعت. أحيانا بعض الرؤيا إذا فسرت حينما تفسر التفسير الصحيح تتحقق، وقد تتحقق دون أن تفسر، وقد لا تتحقق دون أن تفسر وإن فسرت. مزيان. فباش ما نخاطروش حنا وما نغامروش ديك الرؤية ما تتحققش ما كنحكيوهاش. هذا لغير المصاب. النبي صلى الله عليه وسلم دائما في الأحاديث لما كيتكلم، إذا قريتي آيات الكرسي تحفظك من الصباح إلى المساء، وإذا قريتها من المساء تحفظك حتى الصباح، ولا قريتي كذا، هذا كله راه الناس غير مصابين. لأن لقينا بالواقع أن المصاب ما كينفعش مع هذا الشيء، ينفع مع أشياء أكثر وأقوى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم دائما ياك نقرأ القرآن دائما في الدار. كان مرضي عليك سيفتي ليا. أيه نسيت هذاك. الله يكبر الله يحفظك أمي وتيرك. وركبني داك الشيء ركبني هنايا، ولكن ملي مشيت عند واحد المقري قرا عليا أيوة. شد ليا راسي من هنا وحسيت بداك الشيء بارد هبط معايا. سبحان الله. والله وليدي صافي مشى مني داك الشيء، وهو يقولها لخويا قال لي هاد الدريا تتقرا القرآن، قال لي هذاك الشيء اللي ينفعها مركبهاش داك الشيء بزاف. سبحان الله. يا حربته بالقرآن. من القرآن. أوكي الله وشكرا لله. الحمد لله على فضل الله. الله العظيم. الحمد لله على فضل. أجيب منتي نجينا. أنا لبسني هذاك الشيء كان في معمت لي راجلي. أي فراسي. وتلاقت لي مع كورونا. جد صعيبة شوية. ومرات فيها، ولكن الحمد لله كان بات في الليل نقرأ القرآن. الحمد لله. دابا كنحفظ مع الأخوات. تبارك الرحمن. الحمد لله. ما شاء الله تبارك الرحمن. تبارك الرحمن. نكمل. فهنا ملي كتكون شي حاجه غتنبأ، ملي كيكون عندنا حنا واحد الانسان اللي كنشكو انه مصاب روحيا، الاحلام اللي كيعاود 90% ما كتحكيش على شي حاجه جايه، كتحكي على شي حاجه واقعه فايته من الماضي وانت جيت لدابا. فالاحلام هنا ليست تنبؤات بما سياتي، ليست تحذيرات، انما هي اشارات لما يقع حالا. فكنسولو باش نفهمو الحاله شنو فيها، لان الرؤى موجهه، احلام موجهه في الباب. فمن هذه الناحيه ما تخافيش انك اللي حكيتي حلم زعما راه غادي يتحقق. انا كنشوفو اللي محقق اصلا الحلم يحكي ما هو محقق اصلا. هذه الحلم انت حلمتيها؟ شي شهر ده ما كانش كتحلم يوميا؟ كنت كتحلم يوميا باياش نفس الحلم متى تعاود يوميا؟ كم مرة؟ كل ليلة كتشاهد. كم مرة؟ ماشي أسبوع بحال هكا، كنفيق بحال داك الجرا جريتو بصح. كتفيق بحال داك الجرا جريتيه بصح. كنفيق عيان. وما ما كان حتى شي تعديل ما بين نهار على نهار في الحلم، نفسه هو بدون تغيير. لا مثلا الحنش مع الضاك ما. لا. ما كتعنيش حمد لله فقر الدم؟ كان فيا. كان فيك؟ إمتى؟ ملي كان فيا بونزويل جاني مع فقر الدم. جاك بونزويل مع فقر الدم. مشى فقر الدم؟ كيف كنت ندير تحاليل تيكون عندي مزيان، تيمشي وتيرجع. تيمشي وتيرجع، فصيلة الدم ديالك أو بلوس؟ لا، أ بلوس. ملي كنتي صغيرة ما كنتيش وقع لك نزيف؟ لا، ما وقع لي. ما كتجرحيش بزاف في الشقة؟ بزاف بزاف يعني مرات ومرات.
انت الحاجه ما كتزرحيش في الشقه شتيها علاش سولتها باش يبان لك الفرق بلا ما تمشي كتشقى ولكن انت كتزرحي هي لا انا نصح لك من بعد عندك مشكل الاستحاضه الدوره منتظمه شي احلام قدام خايبين ولا زوينين كما كانوا جمعيهم كاملين وقول لهم يا الزين يا الخير قولي يا قولي خصني نسمع ديما خصني نهرب من شي واحد تبعي ما تنعرفوش شكون هاربه من شي واحد تبعك وما عرفاش شكون نقولوا من امتى بداو هاد الاحلام من الباك من السيزيام هم شحال هادي كنت نحلم بيهم مار مرة فشكل زعما مرة بعيدة على مرة وهاد المرة حلمت تقريبا نتابع هاد المرة تقريبا تكون شهر كنحلم بيهم كل ليلة كل ليلة كان لوحدك متوتر علاش قبيله شتا انا متطوره قلت لها يا بنت اقرا عليك القران قبيله مخلوعه دابا هذاك الشيء ماشي مخلوعه انا كنشوف حلات المسند وجبداتو وعاود سداتو ملي كتسمع القران عادي من كتقراي عادي كتحلم براسك طايره غارقه في الماء لا طايحه من مكان عالي كتوقع شي حيوانات او حشرات وحده اخرين في تحلمتي بهم مشيشات بعيد عزاز عليا شنو وقع لك مع هاد المشيشات في الاحلام اللي عزازين عليك حنا كاع زعما المشيش ما كنحلموش بهم انا اراي انه ربما انا كنبغي المشاش اكثر من شحال من واحد انا شنو نكون غادي اش ديما غادي للخدمه معطل لقى شي مشى في الطريق خصني نبقى نلعب معاه حتى متعطل انا هكا وما عادي وما هي هكا هي مربيه مشيشه وضرب تبارك الرحمن ما شاء الله هي عزاز عليها مشيشه ما شاء الله اللي ما عزيزش عليه المشاش راه ماشي عادي ايوا مالا المشيشه شنو وقع لك معاهم في المنام زعما ماشي كنحلم حاجه خايبه فاش كنت في اكادير دارني عزيز عليا ديما عندي في الطوموبيل دو الماكله ديال المشاش حتى نلقى شي وحده في الزنقه كيف يعني مثلا كنكيل الكروكيت ونحطو في الطوموبيل زيد ومثلا الا كنت شفت شي مشيشه ما قدرتش نشدها خايفه ولا مجروحه ملي تمشي نرجع للناس كنحلم راسي بحال راه عتقتها وديتها وغنمشي غدا يعني غير كتكملي داكشي اللي في الواقع ما كاينش ما كتحلميش مثلا مشاش كاين ينفع تبات الدار وتخطيتيهم لا 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 الاجواء في بيت الوالدين كيف كانت كل شيء مزيان الحمد لله ما كاينش شي معاناه من حتى شي جهه لا من الناحيه الصحيه مشاكل بابا مرض باش قلب الحمد لله خير الحمد لله الحمد لله الحمد لله مؤمن مصاب الولده ما كيدروش رجليها عادي الحمد لله مع ما كنتو كتلقاو شي حاجه مرشوشه في الباب نتوما بخير الحمد لله ترونكيل الحمد لله انت كتحلم شي حاجه عندك عندك شي مرضيش ها ما كتحلمش شي حاجه كيحلم خصو يقول نهار 3 من صيفطك الفيديو بعد ما نعستو خير حلمت كندوش حلمتي كدوش
ايه كان بيت الوالده ومشي سامني شويه سين في البيت ايه تسمعوني كنغوج في الدوش كيما مع شكون يوقف عليا في الدوش مع شكون يوقف عليا في الدوش صافي الوالده بقات كتقول لي واش عاود بالله في الدراجي ما عرفت لها حل صافي ضربني في الفيقه كانت مره اخرى جات عندي خالتي السعوديه قدني في واحد البلاصه جالس عطات لي قالت لي واحد دقيقه عطاتني فلوس قالت لي كنت انا كنعطى بعد المرات برودويات قالت لي هاك بعد الافونس كمالة تمام معاك ماشي مشكل اخر صافي هذه حل المسافات هنايا ولكن هذيك الحلمه الاولى ديال الدوش ما كاين وقف علي شي واحد وقف عليك شي واحد وقفت عليا بحال الما وقفت عليا مرات واقفة ايوا ديت توقف علينا حنايا ديت توقف علينا حنايا ديرو تعارف تاع كدس كحل يخلي سلع حزه كتحلمي شي حلمات ها كنحلم ما كنعقلش احسن لك طيب كتحلم براسك كتاكلي الحمد لله الحمد لله شوف لي الأحلام القدام عفاك لا قلتي لا شي حاجة اصلا الطريقه انت كيفاش كتعاملي مع الاحلام ما مزيانش ليك انك كتعيشي داك الحلم وكتبقاي خايفه منه لدرجه انك ما كتقدريش تقوليهم ملي كتقولي كتقولي بالبكيه ما تعامليش بحال هكا مع الحلم اعتبريها اشاره من الله باش تفهمي شنو عندك ما تعتبريش باللي هو داك الشيء اللي شفتيه خايفه منه غادي يوقع لا اعتبريه واقع اصلا وربي كيشرح لك هكذا احسن شنو كتحلمي من الصغر ديالك شي حاجه اللي عاقله لا بقات ماركي في راسك زوينه والخيبه ما عقلاش من ورا ما درتي ديك الرقيه واش درتك الشقيقه شنو وقع من حبستي الرقيه حبستي التسجيل اللي صيفط لك من حبستو الرقية داكم الناس داك الناس دابا الدقيقة مع شهر 4 و3 فقط حسبني زعما غيكون الصباح كتراسي شابعة نعاس 4 و3 قلت راسك شابعة نعاس شابعة نعاس بقيت مدة طويلة مدني نعاس حتى قرب الصباح شوية وداك الألم في راسي ما بقاش الألم في الراس قلتي أنا ويدار لي الراس الله يحفظك شحال داير لي الراس بديت كتقول لي ما عرفتش مال الراس هي شي حاجه كنحس براسي ما عمرها وقعت لي قلت لك انا عطيها الرقيه تسمع زاد الالم ولا نقص مع الطبيب ما يدير لا زاد ولا نقص مع الطبيب ما يدير لا داكشي ماشي ديال الطبيب زاد الالم صافي عرفنا راه المشكل ماشي ديال الطبيب الله يجازيك شي باراسيتامول هذيك الرقيه نسميها باراسيتامول كش بان خلي لها زيدي ساعه ملي لقيتها صلات ديك الحال صافي قلت نحيد انا قلت لك حيدو قلت لك صافي خلص درنا التيست طلع بوزيتيف صافي حيد طيب كنت غير جالسه متكيه تبدا كيتحس برجليا ويدها كيتنم ديما شمال يدي ما كتحلم كيجيك شي راجل في المنام شفت شي حاجه زعما ديما مثلا اللي كنبغي نشوف شي حد ما تيبانش شي حاجه بليا بحال الضوء ولا الخضا ولا ما كيبقاش لك اعتداءات في المنام نهائي كان قال لكم شي واحد عندكم سحر كان قال لك واحد فكرني عافاك في التفاصيل كرمي سعيت لي واحد النهار وسولت بيع المشاكل ديالو شكون هو كيعرفك كتعرفوه ماشي زعما شنو سميتو كتعرفوه راقي ساحر فقيه
ريحه الشحمه في شاقور. ايوا قلت لي كاين اللي كينسب الورات حتى كل حاجه كت حتى كنقولوا غدا غنمشي نتلاقى ونبيعوا كلشي. اه كاين مشكل الارث. اه والله كاين واحد المشكل صار كيما كيبقى لي تلاقى كتعكس ما كتباعش الحاجه. واش قال؟ صافي باش قال لي بلي راه ديك البلايصه متقفينا بزاف المرات قبل ما يتوفى الوالد ديالي الوالد ديالي قبل ما يمشفوا هو عارف ديجا الاب ديالك متوفى. اه ما قلتهاش ليه. ما قلتهاش ليه هو قال لك متقف قبل ما يموت باك. اذا عرف بلي الاب ديالك متوفى بلا ما تقولها لي انت. يا سلام. عطيته سميتي وسميتك قال لي سميتك سميت امك. ايوا هذا اخو الاخرين هادو في الضفه الاخرى. هذا عاوتاني من تشوف الوالد عاد عاوتاني تقفوا وتقفوا حتى انت باش ما بقاش تربط بزاف شكون اللي هادي الجملة اللي عطاك تقفوك انت باش ما تبقاش ترطب بزاف يعني ما تبقاش تجري بزاف باش تقلب على الشارع باش تقلب على الشارع باش تريح شويه. واش وصل شنو غرضهم هما انهم يتقفوا الارض لصالحهم ياخذوا الفلوس وتباع ما عرفتش عرفت هادو اللي دايرين قال لك جوج عيالات وراجل جوج عيالات وراجل شي اللي دايرين واخا قال لك انت متقف باش ما باش ما ديرش داك الشيء ما قالش لك انت مصاب بشي حاجه اخرى ما قالك والو على مدامتك. طيب مزيان تكاين تما وتكان تما الحاجه بغيتي تكا هنا بغيتي تبقاي جالسه اللي بغيتي يلا تكاي تما عافاك تمدي جيب ليها عافاك شي حاجه ديرها على عينيها انت خد بافيت ولا كما ما ديرها على عينيك تلصقها في ودنك هي مع الزيف ما جا صعيب تلصقها في ودنها شي فوطه خفيفه تحطها على عينها باش على قبل الضوء باش ما تشوفش بحال هذاك خفيف انا نوريكم كيفاش تكا ملي غادي تكا تكون مرتاح في النعسه باش ما تبقاش تحرك بزاف اثناء القراءه وتكون يد فوق المعده ويد فوق البطن مرخيين والرجل ما ديرش رجل فوق رجل تكون هاكا سرح هاكا بغيت نعطيك شي حاجه تشميها تسدي عينك تاخذي هذه عندك وبقيت تشمي فيها كطلعي النفس كديرو ريسبيراسيون بروفوند نفس زرف عميق جمع النفس مزيان بين الصدر والبطن ديالك بلوكي قول بسم الله اولا واخرا خرج من فمك بحال هكا بسم الله اولا واخرا بحال هكا دير الرياضه تجربين تشوف بالنسبة للدرية لا تسمح لي مزيان صافي تكاي شنو الدري اللي كان عاودتك عليه دابا السيدة كان دوم اخر نهار مرتيزا يقول لها الدار مرشوشة وشي حاجة تخطات عليه الدار مرشوشة شنو تخطات عليه شنو الدار داركم نتوما ولا حنا دار محمد داركم نتوما وربما في دارهم لا منين انت مشيتي لداركم من شهر ستة من شهر ستة انا عندي انا شهر واحد انا مؤخرا شهر 12 دابا باش نكونوا متفقين شهر 12 ديجا قلت لك انت زوري قلت لك حتى هي غتكون زوري غير المواضيع باقي ما بينش واش العينين واش اللسان ما عندكش خط في لسانك
كنت الدم كنت الدم. طيب ماشي مشكل تسكت انت تسرح تسرح الشيء حيد لكن احسن هذاك الانسان اللي تما باش يكون مرتاحه. غطي عينيك وخذي هذه ما تنسانيش بقي جمعي بها النفس يلا. هذه دي صحتها فوق البطن ديالك عافاك ها طخاي سمعي عافاك قولي لها بصوت مستمع بسم الله الرحمن الرحيم مزيان يلا مرتاح تحيد لك النظر من تما تكودي بحال هذا اللي يحس بشي حاجه في الجسد ديالو يبقى يعاودوها مرارا اللي يحس بشي حاجه في الجسد ديالو ماشي هذيك يقولها لي سواء اه بدات ريسبير مديش الرجل من الاحسن في حاجه واش بارفان اللي عطيتيه عوده محموده اخي وانا والله يحفظك اخي نبيل ترجع خير يا رب المهم تيلا بغيتي تكاي بغيتي تكاي لا غنبقى انا هناك اللي بغيتي انا بديت كنتشارجا صيفطت معاك شويه الطاقه سكينه حاول تسكتو هذاك الطفل مرجليك 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 ما فيهم والو كملي الآن بنفس الطريقة غتقولوا إن كيد الشيطان كان ضعيفا
خالتي زهرة اش كتعاودي لاباس عليك؟ سولت عليك سكينة لكن باقي ما جاوبتنيش، واش ما كاين باس؟ اموركم مزيانه؟ ماشي الكاف، لا الآن نفس الطريقة، السحر إن الله سيبطله. البرد، برد الجو ولا ضربك البرد؟ شفاكي الله وعافاك. صراحة الجو صعيب، كاين البرد. انا ما تحبسيش البرنامج، ما عنديش مشكل، ما تحبسيش البرنامج. علاش كترعدي؟ كتحسي بحال البرد؟ كملي. طيب اختي خديجه، راسيني على الخاص، البرد ديال الاوميكرون الله يشافيها في الجميع. شوفوا خالتي زهرة شنو غتقول. كترعي داك، البرد في البيسين. ايوا الامر لله، البيسين مهم ولكن كانت ضرورة نقدروا نستغناو عليه. البرد اللي كان يصبر عليه كان احسن، اللي ما صبرش عليه ماشي مشكل. في البرد من غير البرد واش كتحسي؟ مازال تحسيش بتنمل؟ مزيان. كتحسي بهاد الكلمة الأخرى صحيح ولا صيبتو الأطراف أكثر من الأخرين؟ بديتي كترعدي بزاف، كملي ما تحبسيش، كملي ترعدي بزاف. طيب كملي إن شاء الله، أنا غادي نقرا وأنت كملي ما تحبسوش. يا ربي توفق في القراءة، أنا باقي مريض. بسم الله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال
فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ناظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون
وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون يفسدون يفسدون في الأرض 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 وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله الحمد لله قل الحمد لله وسلام الحمد لله وسلام قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير
يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم يا كنتم صادقين قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون
وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتها بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول علي بما ظلموا فهم لا ينطقون ووقع القول عليهم ووقع القول عليهم ووقع القول علي بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وكل أتوا داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ما جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون وما جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا
إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وما ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل وما ربك بغافل وما ربك بغافل عما تعملون. كتحسي دابا؟ دابا كنحس مزيان، الغيلة اللي كان كملات بدات تمرو ليا يديا من بعد رجليا يدي كنحس بها بحال معزولة. يديك تهزات يديك بجوج تهزو وتنمر عليك رجليك ويديك. كنت كترعى عادي. واش كنتي كتبكي حيت خفتي ولا البكي كتخرج بلا ما تسعر شعري؟ لا كنبغي نحبسها وكتزاد. كتبغي تحبسيها وكتزاد. كنتي قلتي واحد جوج كلمات ما سمعتهمش مزيان، واش قلتي لا ولا قلتي بركة ولا شي بحال هكا؟ جوج المرات ملي تهضرني شي حاجة كنقول ياك؟ إذا واش كنتي كتبكي من الألم؟ لا ماشي كتخرج بكية بلا ما تشعري؟ ما حيت ما حسيتش براسي مزيان من مرة كنبغي ما بغيتش نحس بداك التنمر وعاد تيزيد عاد تيزيد. مزيان وانت مغمضة عينيك ما بالك والو؟ لا ما جاتكش افكار في راسك؟ فكرت غير امك. علاش تفكرتيهم مثلا؟ توحشتيهم زعما؟ ماما كبحرا عيطات لك لا لاباس عليها ما تخافي والو قالت لي عيطات تفيقو ودوزي عليا. هي اللي عملت كنتي تهضري؟ تخلعت عليها ماما انت ما حسيتي والو عادي كلشي كان مزيان. التجديد اللي صغير بدات كتبرد عليا شويه. كان خصك تكمل ما كانش خصك تجلس. سمعت الغوات ديالي. ايوا عادي في امان الله كاع ما دابا كنحاول نعرف واش المس الداخلي ولا الخارجي فقط. حاليا الاشارات كتقول خارجي ولكن ما نقدرش نحكم تنشوفوا القدام شنو غادي يكون. لا المس كاين المس كاين غير هو المس فيه نوعان فيه الداخلي والخارجي. ما كاينش سحر ما نقدرش نعرف دابا يتبان مع مع البرنامج. هو المس كاين واش العشق واش السحر واش العين ما نقدرش نحدد دابا. من هنا القدام غيبان من بعد غيبان من بعد غيبان لكن المس ابتداء كاين لان هذه علامات المس هذه علامات المس غير واش الجين مس لداخل الجين لداخل ولا برا هذا امر اخر. حاليا الاشارات كتقول على برا ان الحلم اللي كتشوف هو برا تابعها مش دهاش. وحتى نوع التاثر اثناء الرقيه يكون غالبا في المس الخارجي لكن داك العالم الغريب يقدر يكون داخلي وتدير بحال هكا. حنا بجميع الاحوال حنا غادي نخدموا على المس وصافي نخدموا على المس لا لا كاين على الخير الحمد لله. حالتها ما صعيباش ان شاء الله. عاودي جمعي النفس ان شاء الله علينا نرتاح شويه ونكملوا. حاولي ما تحبسيش لان حبستي هذاك الترديد اللي كنتي كتقولي واش نعرفوا شنو كاين. يلا جمعي النفس خدي هذيك الغلاقه ما فين هي هكا شوف زكريا عاود رش على هذيك الغلاقه باش تعاود
بدا يبقى السحر ان الله سيبطله من الاحسن حتى انت هذا كريم اما ما تسوق لي شيء يعرف كل شيء في الخير هيك نورمال ما خاصش تكون بروده في رجلي اليسرى مادام كاينه بروده اذا كاينه شي حاجه ماشي بالضروره يكون الجلد داخل ولكن كاين تاثر ما كاينه شي حاجه خلي رجلك هكاك احسن يلا جمع النفس السحر ان الله سيبطله واحد فيكم كان توقع عنده شي حاجة انا لا ولكن حسيت بالطاقه كتزاد غنفجر من الداخل تبارك الرحمن صفت الشي رابع الحاجة ما حسيتي بوالو راسك البارح شفت واحد الساحرة كدير طلاسم وكتسولني على ولدها وفاش بغات تشدني بقيت كنقرا اللهم انزل غيثك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أعاني في صمت أخي مروان عند القراءة سخن فم المعدة
ديالي، وعندما ذكرت العفريت قشعر بدني أكثر من المعتاد. إيوا أخي أيوب، خصك تبدا تحارب مع داك الشيء. عرفتي شنو؟ عرفتي عندك إصابة فم المعدة، إذا غالبا السحر مأكول، وربما الخادم يكون في المعدة نيت، وقد يكون عفريتا، فخصك تبدا تحارب مع هاد الشيء. ولكن فاش بدات الشتاء كتصب دخلت للدار وكتحل فافية، ما خصهاش تدخل للدار. امين. زكريا كتحس بشي حاجة؟ ما كاينش البرودة دابا في الرجل اليسرى؟ كاينة شوية من الركبة لتحت. انتي بديتي كتنملي في الركبة؟ سير على الله كملوا 100% مخطيين، 100% ماشي 100% زعما اكيد، 100% بمعنى غالبا، حيت الرجل لما كتكون عندنا الرجل بالبروده غالبا تيكون المرشوش، مخطين المرشوش. والعلم عند الله، حنا نشوف امور تبان مع الوقت. واحد ديامات كنت كنعاني من رجلي كتضرب بزاف. ها منين بدا هادشي؟ ديامات هادي مؤخرا. مؤخرا كنني كنمشي للتريني وهادي كضرني الركبه ديالي والعصبه اللي تحت الركبه. غير الرجل اليسرى ولا بجوج؟ اليسرى ومره مره اليمين. ايوا راك مخطي حنين، مخطي. انت صغير علاش ضرك الرجل وضرك الركبه؟ هذاك الشيء كنت عجب علاش كان ضرني ولا كان تريني. ها ايوا صافي، ايوا مخطي. وذكراتك حتى انت قالت غتعرف فين كاين. بغيت نجاوب ولكن والله الا ذكرتك انت وقعت غتعرف فين كاين. راه كاع عارفيني فين كاين، اش دارو؟ الحمد لله. ايوب انا زهري اخي مروان، وتعرضت مؤخرا للعديد من محاولات السحر، ارى في المنام من يحاول. وكتفرج؟ كتبقى تفرج؟ بقى تفرج يديروا لك ما داروا للدزاير البارح. شوف ليها ولد عافاك، مجلي ليها في السوق، هذه كتلصم بغيتي نشوف ليها ولدها. يا سلام. ولا ورا زعما تعرف ولدها فين كاين. اه بغيتني انا نلقى ليها ولدها، ياك هي كتلصم كيفاش نتعاون انا وياها، وانا انا ابطل الطلاسم وهي كتلصم، كي غنديروا ليها انا؟ كي غندير تنعاونها تلقى ولدها؟ شنو ممكن ندير مثلا؟ وشنو اللي عندي غيستافد منه هي مثلا؟ ما فيش حاجه تيجي كده. ايه ده حبيبي كده. الغباء كنت كان جنون. كاين تأثير السحر، السحر عندهم. يا اهلا. دنيا ما كايناش، ومجد ما كايناش، وسلمى ما كايناش، ما متفقينش على هذا الشيء. خاص يعمر الكار باش نشدو الطريق. كاين بلاصه الدنيا مجدة وسلمى.
غا كيبغيو يشدوني كيذكرو سميتك. الثقة زعما حيت كتثقي فيا زعما باش ت هو كلاش نعم كملي وما تخافيش غير ما تخافيش واجهي بقوة منين تقولي السحر إن الله سيبطله قولها بيقين أيوا هربتي ليا سوف أراسلك في الخاص ما عرفتي بك قديمة من الأيام الأولى دهير وكل مرة كنبغي ناخذ معك موعد كتوقع شي حاجة اللي كطردني الله وهما كيديروا جهدهم وصافي نعم كملي انا غنقرا تحبسيش واخا تسرعي ما تحبسيش بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طس الكتاب المبين تتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا كانوا خاطئين
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي وهذا من عدوي فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون غيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب
نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. ولما توجه قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى إني أنا الله
إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين ولا تخف إنك من الآمنين ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم يدك واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا بآياتنا فلا يصلون إليكم
هما بآياتنا فلا يصلون إليكما بآياتنا فلا يصلون إليكما بآياتنا 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 أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى سحر مفترى سحر مفترى سحر 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 مفترى 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 قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بما جاء بالهدى من عنده وما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين.
قولي داكشي اللي قلت لك. جمعي النفس. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا
رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وهو الله لا إله إلا هو 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 له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء
أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. زكريا بارك عليك، دوك رجلين تحيروا مزيان في هذا الطرح الثاني. كتضحك الوالده ابتسام اختي حيد داك الشيء على عينيك. او رجليك عرفتي شحال كيتحركوا رجليك؟ لا لا حنيني راك مخطي. بحال تنفخوا يديك نفخوا على راسي وهاديك بحال ماشي يديك دابا. اذا التنمر في القدمين بجوج وفي اليدين بجوج. انت اش كان واقع عندك اختي دابا في الحصه الثانيه؟ الاول بدات تبدل رجلك اليسرى. زيدي المرات ومن بعد كنحس بهم مخشبين ماشي ديالي. مخشبين ماشي ديالك. الالم تاع التنمر ضربني فيهم. ايوا من بعد بداو تيتنموا لي يدي وداك الالم ديال الشقيق اللي كيكون عندي في الراس تنم هاد لاباغتي تنمر فيا. شفتي اذا الشقيق هادشي الاصل ديالها منين جاي؟ ومن واحد الوقيته قلتي لي بدا يدكوا لي داكشي. السحر ان الله سيبطينه. هاد البلاصه بدات كتنم ليا غير بدات من بعد. يدك باقي تيترعدوا لحد الان؟ ما تخافيش. نعم هذاك الشيء تأثير الرقية. تأثير الرقية على ال إيوا شتي ساعتين هو يقرا وفي الآخر السيد لي ساعتين هو يقرا. باقي من البنين هذيك تعليم هاد المرة تصدع شركم تي بجوج بحال كتنغزني. ودابا دابا في الرق يضرك ركابك؟ ضرك ركابك ضروك؟ في الرق يضروني واحد شويه. ضروك واحد شويه بحال هذاك الشيء اللي كيجيك مره مره. ناض دابا تحل تحرك لان حقيقي هذيك كانوا كيضروني. منين تما كيضروك ركابك؟ ماشي ثلاث سيمانات عقلتي ديك الايام. ماشي بزاف. منين تما مزوجين؟ فكرني في الزواج ديالكم انت اش كان؟ شهر يعني عاد. ايوا كاين كاينه الخدمه لان لحد الان العلامات اللي كاينين تدلوا على السحر المخطى. ان رجليك باش كيبقاو كيضروك هذا المخطى هو اللي كيدير هكا. شي حاجه تخطينا ما عرفناش فين. والعلم عند الله. دابا دابا تبان مع الوقت يبان واش هنا واش في بلاصه اخرى. نحاولوا نعرفوا ان شاء الله. باقي الخدمه راه ما ساليناش. انا نعطيكم برنامج غادي تتبعوه غنشوفكم بعد شهر ان شاء الله. ان شاء الله ولكن الا ما كانش برنامج ما كاين والو. كنا واضحين البرنامج راه ما ياخذ لك ساعه في النهار ماشي شي حاجه كثيره. يلا الحصه الاولى. حصه تشخيصيه هذه. يلا عرفنا شنو كاين. الاصابه كاينه، المس كاين، واش داخلي واش خارجي، علموها عند ربي. دابا نعرفوا علامات المخطط كاينين.
اي صافي جلس. حتى واحد فيكم ما شاف شي حاجه باش كان مغمض عينيه ولا خطرت في باله شي افكار؟ افكار اللي طاحوا لي كنقول شكون هذا اللي جاك يا رش؟ غادي تتساءل. غتجيك ديك الدوخه عادي غادي تجيك تتساءل شكون اللي غيكون جارج. واش الا جا للدار يطلع حتى للدروج؟ غتجي شنو غتجي بعيده يطلع حتى للدروج؟ اللي ضرب الكيلومترات باش يجي عندك راه غيطلع للدروج. ويقدر ما يكونش سحر ديالكم كاع وتخطيتو انت هو ممكن. دابا غتركزوا على العلاج الشيء الاخر يجي مع الوقت. لا كاين كاين غنشوف دابا واش غادي يبقى بحال الشاش. عادي يلا لا لا الباف صوت الباف. الحاجة عاود ما حسيتي بوالو انت؟ الحمد لله. ايوا هضري مع ماما طمنيها قولي راه كلشي مزيان واجي نشرح لك البرنامج اللي غادي ديرو ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله. لا بغيتي زعما بغيتي تخلي تتسالي حيت ماما كل صباح كتعيط راه غالبا عيطت حتى لزكريا. يلا صافي صافي ان شاء الله.